وهو الميركاتو الشتوي اللي احنا شايفينه. حتى الان 4 صفقات، والصفقات مش ان انا ايه الناس هايجه ومش عارف ايه فلازم اجيب صفقه، لا احنا ما عندناش هذا الكلام. النادي الاهلي دايما معروف انه هناك اسس بيتم التحرك على اساسها، بمعنى ان المدير الفني بيطلب واداره الكوره بتحاول تجيب اللي المدير الفني بيطلبه، مش انا بتكلم صح كده؟ مظبوط. كل الناس عارفه هذه الطريقه، وبالتالي احتياجات الجهاز الفني، يعني الراجل طلب مراكز ولاعيبه معينه، وقال واحد رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثه، الاداره بتحاول ان هي تلبي كل مطالب مارسيل كولر، مروان عطيه، بوجود مروان عطيه، بوجود خالد عبد الفتاح، بوجود كريستو، والجزائري مؤخرا احمد القندوسي. لو شفنا اللعيبه دي يا كابتن اسلام، يعني تعتبر اهم ما يميز الصفقات انها لعيبه جوكر. حقيقي. دايما لما يبقى عندك لعيب جوكر في الملعب، انت كمدير فني بيبقى عندك دايما اريحيه. استريح. شفنا في المباراه السابقه امام البنك الاهلي، خالد عبد الفتاح واخد رجل المباراه، ابتدى باك رايت، احمد نبيل كوكا اتصاب، لعب باك ليفت، نفس الاداء، نفس التمركز، نفس التركيز. لو خالد تحديدا يا اسامه قبل ما تكمل كلامك، خالد تحديدا اول مباراه جيها النادي الاهلي لعب 10 دقائق باك رايت، وبعدين تاني مباراه الزمالك مساك، تالت مباراه باك ليفت. النهارده اهم ما يميز صفقات النادي الاهلي، اول حاجه ان لعيبه جوكر، شخصيه النادي الاهلي، ودايما احنا بنراهن في اللعيب اللي بينضم للنادي الاهلي على شخصيته، ازاي صحيح يتحمل الضغوط. لما النهارده بتكلم خاصه على خالد عبد الفتاح، لما بيلعب اول مباراه 90 دقيقة أهلي وزمالك، مباراة بطولة، دايما مباراة الأهلي وزمالك مباراة مولد اللعيبة أو مولد النجوم، بيؤدي أداء أكثر من رائع، المباراة اللي بعدها بيحل للمدير الفني. الحاجة الثانية لما نشوف مروان عطية، لاعب برضه بيلعب في نص الملعب، ممكن يلعب مركز 6 ومركز 8، النهاردة بيدي أفضلية للمدير الفني. شوف كريستو، كريستو الحاجة المميزة في صفقات النادي الأهلي، وأخيرا قندوسي لاعب الجزائري، لاعب وفاقس طيف، الصفقه الاكثر مراعاه للنادي الاهلي، عامل السن النهارده وانت بتبني فريق للنادي الاهلي للمستقبل، حته انك بتلاحظ حته السن دي مهمه جدا. ازاي انزل بالسكواد بتاعي بالاعمار السنيه النهارده، ازاي مروان عطيه مع قندوسي يدخلوا في وسط الملعب يبداوا ياخدوا خبرات من السوليه، ياخدوا خبرات من ديانج، من حمدي فتحي، ويبداوا ينصهروا جوه فريق النادي الاهلي. فالنادي الاهلي النهارده بيشتغل على اللعيبه الجوكر، كلها صفقات رائعه، شخصيه النادي الاهلي، كمان الاعمار السنيه. فالحمد لله الاربع اضافات اللي اضافهم النادي الاهلي في الانتقالات الشتويه اضافات فعلا مفيده جدا للنادي الاهلي.